الرئيس السيسي يشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. روسيا والصين توقعان إعلانا مشتركا في قمة بين بوتين وجين بينغ ببكين. والرئيس النمساوي يوقع على قانون فرض التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا. 9 بالقاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. توافق في السعي والعمل من أجل السلام وتحقيق شراكات استراتيجية ونموذج يحتذى به في التعاون والعلاقات الدولية. طفرة نوعية في العلاقات بين مصر والصين جسدتها مسيرة من العمل والتنسيق المشترك، وترجمتها الزيارات المتبادلة خلال السنوات الماضية، وآخرها زيارة الرئيس السيسي لبكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تلبية لدعوة خاصة من الرئيس الصيني. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24، ذلك في العاصمة الصينية بكين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس السيسي جاءت إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ وعدد من رؤساء الدول والحكومات. في ثاني أيام زيارته للعاصمة الصينية بكين، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. هذا وقد شهد السيد الرئيس مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في حفل مبهر عكس عمق الحضارة الصينية ودور الرياضة في تقريب الشعوب ونشر السلام. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الصينية بكين. للمشاركة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ مع عدد كبير من زعماء العالم. وتعكس زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والصين ومدى الحرص على تعزيزها في كافة المجالات، حيث تشهد العلاقات المصرية الصينية تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة سواء الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذا الرياضية. ولدى وصول سيادته للعاصمة بكين كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة الصينيين وكذا أعضاء السفارة المصرية في بكين.
هذا وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية للصين خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 قد زادت. نعم، وبلغت 1.3 مليار دولار مقابل 583.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2020 بزيادة قدرها 118.7%. عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد انتهاء زيارته لدولة إيطاليا بدعوة من قائد القيادة الإفريقية الأمريكية، ذلك لحضور فعاليات مؤتمر رؤساء أركان الدول الإفريقية والتي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما. ناقش المؤتمر جهود مجابهة تهديدات المنظمات والجماعات التي تسعى لتقويض الأمن والحكم في قارة إفريقيا. من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أهمية تطوير مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكافة دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى توافق الرؤى حول استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح دول القارة. على هامش المؤتمر التقى الفريق أسامة عسكر بالفريق أول ستيفان تاونسون قائد القيادة الإفريقية الأمريكية، حيث استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ذلك في ضوء تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والإفريقية. في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصلت وزارة الداخلية توزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للمرضى بالمستشفيات ودور رعاية الأيتام، وذلك في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، يتواصل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية الذي تحرص من خلاله على تخفيف الأعباء عن المجتمع ومساندة ودعم كافة الفئات. من هذا المنطلق تستكمل الوزارة توجيه قوافل المساعدات العينية والإنسانية. هذه المرة استهدفت المساعدات المرضى بعدد من المستشفيات، تم توزيع هدايا عينية عليهم مع التأكيد على دعمهم ومساندتهم، وهو ما ساهم في رفع روحهم المعنوية، ما يساعدهم على تحمل آلام المرض. مصر الكبيرة في كل ود وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. انطلقت وزارة الداخلية بقوافلها إلى المناطق الحضرية الجديدة التي أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطنيها. تم توزيع أغطية ومساعدات عينية على الأهالي بتلك المناطق، وهي ليست المرة الأولى التي تحرص فيها الوزارة على دعم قاطنيها وتخفيف الأعباء عنهم، بل هي مستمرة في ذلك، حيث تتوجه قوافل المساعدات إليهم بصفة دورية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة حفاظا على سلامة الجميع. بشكر سيادة الرئيس إن هو فاكر أهالي النهضة وأهالي المحروسة. في الشتاء أو الصيف بيبعت لهم بطاطين كراتين، بصراحة فاكرهم من ساعة ما جم المكان هنا وهو فاكرهم بكل خير. حتى في دخول المدارس برضو ما نسيناش، وجاب لنا شنط مليانة كراريس وكشاكيل وإقلمة، وإحنا بنشكره على مبادرته، بنقول له ألف شكر يا ريس. جلي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا،
دايما هنا شرطه وشعب. ربنا خلينا السيسي عمل حاجات كتير قوي وعمل كل حاجه حلوه، كباري وعمل كل حاجه وبطاطين، وربنا خلونا يا رب. انا بشكرك يا سعاده الرئيس على كل حاجه عملتها في مصر من ساعه ما حضرتك مسكت الرئاسه. شكرا يا رئيس، كتر الف خيرك على اللي بتعمله معانا، ربنا يسترها معاك يا ابني ويخليك للبلد. انا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصه لاي حد يمس حبه من ترابك. فئه اخرى استهدفتها وزاره الداخليه بمساعدتها وهي قاطنو دور رعايه الايتام، حيث وجهت الوزارة قوافل المساعدة إليهم وتم توزيع هدايا عينية على قاطني تلك الدور، وهو ما قابلوه بفرحة وترحاب كبير نظرا لاهتمام وزارة الداخلية بهم وتلبية متطلباتهم. النهاردة وزارة الداخلية شرفتنا في الدار داخل الجمعية، وزعت الهدايا على الأولاد، وهي على طول معانا في جميع مناسباتنا ومش بتنسانا في كل المناسبات. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. عقدت وزارة الخارجية اجتماعات تعريفية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين في القاهرة من الدول العربية والأفريقية والأمريكية في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل. نعم، هدفت الاجتماعات إلى إبراز الجهود المصرية لاستضافة الدورة المقبلة للمؤتمر باعتباره الحدث الأكبر عالميا للتصدي لظاهرة تغير المناخ، ويشارك فيه رؤساء وممثلو الدول والحكومات ومختلف الشركاء الدوليين، حيث يتيح الفرصة لتكاتف الجهود الدولية لاتخاذ إجراءات وخطوات مشتركة وفعالة، ذلك للتصدي لظاهرة تغير المناخ في ظل تلامي تداعياتها السلبية على كافة دول العالم. وقع رئيس روسيا والصين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ إعلانا مشتركا بين دولتيهما بخصوص دخول العلاقات الدولية عهدا جديدا. جاء ذلك خلال زيارة بوتين إلى العاصمة الصينية بكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وبموجب هذه الوثيقة تعهدت روسيا والصين بالتصدي لتدخل أي قوى خارجية في شؤون دول ذات سيادة تحت أي ذريعة، محذرتين من أن الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية تشكل خطرا على الدولتين. يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين المقبل في موسكو. وأوضح قصر الإليزي أن ماكرون سيلتقي أيضا الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي الثلاثاء المقبل في كييف في مسعى دبلوماسي جديد يبذله سعيا لخفض التوتر في الأزمة الأوكرانية. وأضاف ماكرون في الأيام الأخيرة الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي ومع أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن سعيا للتوسط في الأزمة. وقع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن والمستشار الفيدرالي كارل نيهامر على قانون فرض التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا في البلاد عقب اعتماده بشكل نهائي في البرلمان. وقال المكتب الرئاسي النمساوي أن القانون الجديد سوف يدخل حيز التنفيذ غدا السبت. أعلنت الصحة الإسبانية إنهاء إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق الأسبوع المقبل. وأوضحت الوزارة أن قرارها يأتي بعد تباطؤ مستويات العدوى بأوميكرون، ومن المتوقع اعتماد التغييرات اعتبارا من الخميس الموافق 10 فبراير الجاري. هذا وسيظل ارتداء الأقنعة إلزاميا في الأماكن العامة الداخلية بما في ذلك وسائل النقل العام والأماكن الخارجية عندما لا يتمكن المواطنون
القانون من الاحتفاظ بمسافة آمنة تبلغ مترا ونصف المتر بينهم. أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن احتفاء العالم باليوم الدولي للأخوة الإنسانية هو احتفال بإنسانية الدين الإلهي ودعوته للتعارف والتفاهم بين أتباع الرسالات السماوية وغير السماوية. وخلال كلمته أعرب شيخ الأزهر عن أمله في تقديم حلول ناجحة لأزمات الإنسان المعاصر وتحدياته. فإن احتفاء العالم اليوم بهذه المناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية هو في الحقيقة احتفال بإنسانية الدين الإلهي ودعوته للتعارف والتفاهم بين أتباع الرسالات السماوية وغير السماوية واحترامه لخصوصية الأديان والعقائد بحثاً عن عالم أفضل تسوده روح التسامح والإخاء والتضامن والتكافل، وأملا في تقديم حلول ناجعة لأزمات الإنسان المعاصر وتحدياته، وبخاصة أزمات الأيتام والفقراء والأرامل والبؤساء والمهجرين والمنكوبين. تواصل السلطات المغربية عملية إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر بعمق 32 مترا منذ يوم الثلاثاء الماضي. وبالتوازي تواصل خلية أزمة المغربية تعمل على مدار الساعة متابعة حالة الطفل مؤكدة أنه ما زال على قيد الحياة. ونتابع الآن مشاهدينا الكرام لقطات حية من موقع عمليات الإنقاذ، حيث نشاهد رجال الإنقاذ في محاولة للوصول إلى الطفل ريان عن طريق استمرار عمليات الحفر في البئر، والتي تبدو أنها عملية صعبة في ظل وجود يعني التربة غير يعني مشجعة على عمليات الحفر، وفي ظل وجود مخاوف من حدوث انهيار أرضي في هذه البئر العميقة التي وقع فيها الطفل ريان منذ يوم الثلاثاء الماضي. ننتظر الدعوات ديال شهد رئيس الطائفة الإنجليزية بمصر الدكتور القس أندري زكي احتفالات الكنائس الإنجليزية برسامة قساوسة وشيوخ جدد في عدد من قرى ومحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا بحضور عدد من قيادات ورموز الطائفة الإنجليزية في مصر. هذا وقدم رئيس الطائفة التهنئة إلى جميع القساوسة والشيوخ الجدد وعائلاتهم، وأكد خلال كلماته على أن الرعاية والخدمة عطية من الله، والخدمة الحقيقية هي انكسار وتوحد ودموع وفرح مع الشعب. وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، وبلغ عدد الزوار حتى الآن نحو 700,000 زائر، وذلك على الرغم من هطول الأمطار وبرودة الطقس، إلا أن الإقبال يزداد على المعرض. رغم هطول الأمطار وبرودة الطقس، جسد الجمهور مشهدا حضاريا متميزا تمثل في حرصي على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي أضحى من العادات الراسخة لدى الأسرة المصرية، كما عبر عن حالة الشغف للحصول على المعرفة بما يؤكد مكانة الثقافة في المجتمع. هو بصراحة المعرض كويس جدا، أنا كان نفسي المعرض أصلا يستمر أكثر من أسبوعين، يعني المعرض بصراحة كويس جدا، وإحنا كنا فترة امتحانات، فبس ده أنا المعرض اتفتح لينا كطالب أصلا نقدر نيجي بعيد عن الامتحانات. الإقبال كان بالنسبة لي مدهش، وخاصة الجو مش طبيعي، يعني الطبيعي الناس تهجم عندها،
لكن ان يبقى الاعداد ديت ومختلف الاعمار ده بالتاكيد ظاهره جيده جدا، وبتقول ان في امل ان الناس تكون لسه بتقرا وبتدور على الكتاب وبتدور على الكلمه. النجاح بالصوره دي فاق الوصف. الظاهرة الجميلة جدا والإيجابية جدا إن معظم الحضور من الشباب، بصراحة يعني شيء يشرف، حاجة جميلة. اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أعلنت أن اليوم الثامن لفعالياته شهد دخول 164 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الرواد بما يزيد عن 700 ألف زائر، مما يؤكد ارتفاع مؤشر الوعي الجمعي وإدراك أهمية المعرفة في تنمية وتطوير المجتمع. ما شاء الله النهاردة بقى خلصوا امتحانات، والشباب يعني مقبل إقبال كبير جدا على المعرض، كأنه هو رحلة في نفس الوقت رحلة علمية برضو يعني ثقافية. زرنا طبعا الأماكن كلها اللي موجوده هنا على قد ما نقدر، لان طبعا اللي انت تلم كل القاعات اللي موجوده هنا في يوم واحد ما تقدرش. دخلنا طبعا قاعه الطفل هنا عشان خاطر نشوف في الالوان ونشوف الوسائل المهاريه اللي يقدر اي طفل اللي هو ينمي بها المهارات بتاعته. باجي من الاسكندريه على طول، كل سنه بحب احضر المعرض. بخش قسم اللي هو الكتب اللي بتتكلم عن التاريخ، كتب بتبقى كويسه جدا برضو، جميله وحلوه قوي يعني. مبادره ثقافتك كتابك التي اطلقتها الدوله تصدرت مبيعات معرض القاهره الدولي للكتاب، حيث تضم مجموعه متميزه من اصدارات قطاعات وزاره الثقافه المختلفه، ولا يتجاوز سعر الكتاب 20 جنيها، بهدف التشجيع على القراءه والاطلاع واقتناء الكتب على طريق تطوير الوعي واثراء الفكر. احمد الحسيني، التلفزيون المصري. شيع جثمان الفنان الراحل عايد عبد العزيز عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بالسادس من أكتوبر. كان الموت قد غيب الفنان الكبير عايد عبد العزيز أمس الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 92 عاما. إن لله وإنا إليه راجعون. بعد مسيرة فنية مميزة رحلت الفنانة عايدة عبد العزيز عن عالمنا بعد صراع مع المرض. الفنانة الراحلة ولدت في 27 من أكتوبر عام 1930 بقرية دملو التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، وحصلت على دبلوم المعلمين عام 1956، كما نالت دبلوما من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، ثم بعد ذلك حصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت من لندن، وعملت مدرسة بعد تخرجها في معهد المعلمات للفنون بالمسرح المدرسي، ومشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس. مسيرتها التمثيلية بدأت من الإذاعة، كان أول أعمالها أوبريت يوم القيامة على المسرح الغنائي عام 1961، قبل أن تسافر في عام 1962 إلى لندن مع زوجها الفنان المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم لاستكمال دراسته العليا، لتعود عام 1967 واستأنفت نشاطها بمسارح الدولة. قدمت النجمة الراحلة على خشبة المسرح 16 عرضاً، كما قدمت للسينما ما يقرب من 80 فيلماً، ولعل أهمها النمر والأنثى وخرج ولم يعد، والعديد من المسلسلات التلفزيونية من أهمها دهشة قبل أن ترحل عن عالمنا، تاركة وراءها الكثير من الأعمال الرائعة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد يوم السبت طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد صقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجة الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات.
أخبار الطقس مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. روسيا والصين توقعان إعلانا مشتركا في قمة بين بوتين وشين بينغ ببكين. الرئيس النمساوي يوقع على قانون فرض تطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا. وانتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع دينا عبد الكريم. مساء الخير يا دينا. مساء الخيرات. مساء النور إلهام، ومساء الخيرات رجائي. خلينا نقول لك مبروك على شغل عالي. شكرا. هو حقيقي شغل عالي. لا كلنا بنجتهد. انا بشكرك يا إلهام، شكرا جزيلا، وبشكرك رجائي. والنهارده يوم انا عارفه انه كنت بتابع انه حافل بالاخبار، هنستكمل متابعه الاخبار، وعندنا فقره لذيذه كده عن الفركشه. هنتابع معاكي. شكرك ان شاء الله كل فريق نشره التاسعه. هنبدا مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعه.